انت مصيبه انت. انت الولد ايه؟ الولد حساب داغر ده كان دكتور بيطري. ايوه واشتغل امتهنت المهنه صح؟ لا الحمد لله. لا سنه او اثنين حاجه كده. ايوه لا مارستها. انا كنت الحمد لله نعمه من ربنا ان انا ما اشتغلتش دكتور بيطري يعني. تتكلم بجد؟ نعمه على الحيوانات نفسها يعني. يعني ربنا بيحبهم جدا يعني. يعني انا فاكر لما كنت بخش الكليه مثلا والاقي حد خارج بجاموسه ولا حاجه الاقي الجاموسه يعني حسام بتداري وشها كده. مش عايزاه مش عايزاه. كنتوا بتعملوا اختبارات على الحيوانات؟ يا لهوي والنبي احكي كل حاجه. كل المواد كل حاجه انا عملي. انا بس انا مشكلتي ان انا كنتش بحضر كتير. اه فكنت بروح على الامتحان على طول. فمثلا في ماده مثلا لسه فاكرها حضرتك اللي هي فارماكولوجي. فارماكولوجي دي بخش امتحن على حيوانات صغيره اللي هي حيوانات المعمل وكده. فحظي وقع في اسهل تجربه في الدنيا. كانت تجربه عبيطه جدا يعني فعلا يعني المفروض انا هعمل ايه؟ هبنج فار بس يعني. مش فار عادي، فار اللي هو الصغنن الابيض الجميل ده ومناخيره ايديه بينك دول. فار تجارب. فار تجارب العسل ده. فالدكتور اول ما جات لي ورقه دي قلت الحمد لله دي اسهل حاجه في الدنيا. بس حظي بقى المشكله كانت في الملزمه اللي انا كنت مصورها، كانت المكنه بتطلع ايه في سطر كده في نص الورقه مطيراه كده. في كل ورقه الورقه يعني ايه مطيره حاجه. فانا المفروض ابنج الفار ده اديله نص سنتي بس من ماده اللي هي البنج يعني. فبسبب السطر اللي موجود ده راح مطير ايه الزيرو بوينت. فانا قريتها 5 سنتي. قريتها 5 سنتي وما اعرفش فاكر دي الصح. فانا وانا بملى الابره، الابره قد الفار يعني مش عارف. يعني ازاي كل ده هيخش هياخد ده بالظبط هياخد ده. قلت يمكن هم ادرى بقى عندهم دكتور بيطري. انا بنفذ اللي في الورقه. رحت بديله الابره وانا بديها له فعلا. حصل له انتفاخ كده غريب كده. واتملى قوي بالسائل بتاع البنج اتملى يعني. وبعد كده اقول هو مش راضي ينام ليه؟ ده اخد كميه مهوله. بعد كده حطيته قدامي وبكتب بقى التقرير. فبحطه وازنقه بقمع كده عشان ما يقعدش يجري. فلقيته واخد القمع بقى عمال يروح ويجي عمال ايه؟ تخيلوا حاجه يعني. انا فعلا انا والله حقوق الحيوان لازم اذا عملته ده تقبض عليه بسببه يعني. انا ما كنتش اعرف والله. ما كنتش اعرف. انا فجاه لقيته بيتشنج كتير فرحت سائل الطالب اللي قصادي بقول له في ايه الفار ما نامش؟ الفار المفروض ينام. قال لي بص هات قطنه وملاها تاني من المحلول البنك. ويعمل بيها على بقه كده. والله العظيم قال لي زي رايه وسكينه بالظبط. قال لي اكتم نفسه كده ربما يكون هو ايه مش متقبل. رحت عملت كده جبت البتاع قعدت اكتم في نفسه. وانا بكتم في نفسه قلت فجاه ايه راح عمل صوت غريب كده وعمل كده بالظبط بقى شبه الصفايه. يعني ذات عامل كده متشنج ومتشنج يعني دراعه ما تجيش كده ولا كده. دي بقى مرحله اسمها سترانجلنج فيز. محدش شافها قبل كده خالص. يعني دي المرحله الرابعه في التسمم بالنوع ده من الادويه. وسقطت ولا نجحت؟ اكيد سقطت. جه الدكتور بقى على حظي قرب مني كده عشان جبت قطن كتير رحت منيمه في وسط القطن وخبيته ما بقاش بيعمل حاجه غير ظهره. فالدكتور بص كده قال لي هايل فار نايم. قلت له طبعا. فهو بيصحح الورقه قاعد صحح كده قال لي دكتور انت نسيت الزيرو بوينت. كنت انا كاتبها 5 سنتي. يا نهار اسود. قال لي ايوه صح انا اسف. رحت ماسكها كده معدلها وانا بعدلها راح القطن كله ايه اتشال من على الفار وبان بقى الفار ان هو لونه ازرق. هو لونه بقى ازرق كده مدي على كحلي كده غريب. والبنك راح وكل حاجه راحت. الدكتور بس قال ايه ده؟ الفار مات الفار مات اللي حصل للفار ده. قلت له ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه ما قتلتوش ما قتلتوش ما قتلتوش ما قتلتوش. افتكرت نبيل عبيد فكره. ايوه ايوه ده كان في سنه كام ده؟ كان في سنه ثالثه في الكليه. يا نهار اسود. وايه التغير في في طبعا ده حاجه الالعن من لا انا هنا بقى انا خيالي بقى ان ايه الفار لما مات في حيوانات كتير قوي فجاه اتصوت ما اعرفش ليه في السكشن الهامستر والجنيه ما اعرفش هم ازاي حصل توتر. فقرروا ان هم كلهم يجاملوه بقى
قوي صرخه كده، فانا قعدت ابص حواليا كده حسيت ان ام الفار بعد ما دخل عليا بقى قرايبه بيعرفوا بعض. امه بقى لابسه شارب اسود كده، ابني ابني لا مش للدرجه ما كانش حته جبنه. والفرخه الفرخه فاكر الفرخه؟ الفرخه بقى ايه كان امتحان ايه ده؟ الدواجن قسم الدواجن. انا دخلت قسم الدواجن اول مره في حياتي ادخله في حياتي. فهو عباره عن عنبر كبير مليان فراخ، فطبعا لما شفت المنظر ده لقيت نفسي بجري والفراخ تجري قدامي يعني. فالدكتور لقطني بقى قال مين ده؟ انا اول مره اشوف الطالب ده ولا بجري والفراخ تجري، منظرها مرعب حلو قوي وانت فرحان. وانا بجري كده وبالبلطو الابيض، هم بقى لابسين ابيض كلهم برضو بالريش وبيجروا ورا كده. لقيت الدكتور نده لي كده قال لي انت بتحضر؟ انت بتاع الفور، انت بتاع المسرح ولا انت بتاع الفور؟ قال لي انت طالب بتاع المسرح عارفك. قلت له لا يا دكتور اواد باجي. قال لي هاتوا لي الحاله اللي لسه جايه النهارده. كويس. ولقيت واحده ست كده جايه معاها كرتونه وجواها فرخه. وراح مطلع الفرخ فيها ايه بقى؟ لقيت الفرخه شكلها غريب جدا. ايه بقى؟ هي فيها مرض اسمه ستار جيزنج. ستار جيزنج ده اللي هو ايه؟ الشاخص الى السماء. الشاخص الى السماء. هو كده. فاول ما طلع الفرخه ببص لقيت الفرخه عامله كده بالظبط. وبصه في كده عامله كده بالظبط، عامله كده ودراعها مش هنيجي وعينيها مبرقه. عمرك شفت فرخه عامله رياكشن؟ لا لا هي دي الوحيده. دي الفرخه الوحيده عامله رياكشن مبرقه عينيها وبصه لفوق. ايوه. قلت له ايه ده؟ قال لي هو ايه ده اللي ايه ده؟ انا المفروض اقول لك ايه؟ قلت له قلت له ده مرض؟ قلت له ده مرض، انا عمري ما شفت كده في حياتي. بقيت مذهول قوي منظر الفرخه فعلا. ده مرض يجي فعلا للفراخ نتيجه نقص البوتاسيوم او حاجه معينه في الغذاء بتاعها. فبيجي لها زي تشنج عضلي بيخليها تبرق وتبص لفوق. قال لي انا مش عارف ده ايه؟ قلت له هو ايه ده اللي ايه ده؟ انا ده مرض نفسي ده ولا عضوي ده؟ الله منظر الفرخ مرعب يعني. قال لي مش عارف فيها ايه دي؟ اذبحوه. اتاريه ديك بقى. هو قال اذبحوه دي؟ قلت لا لا. الله نضحك قوي الدكتور. الله يا دكتور حسام. بلاش دكتور حسام لازم تعمل على فكره الموضوع ده والله ان شاء الله.